ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان في المراحيض؟ الأحوط أنه ما يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقة بالبنيان أو خارج البنيان، لكن خارج البنيان هذا محل إجماع أنه ما يجوز حرام، لكن في البنيان اختلف العلماء على قولين، منهم يقول أنه داخل البنيان لا بأس، ولأنه بينه وبين الكعبة حائل وهو البنيان، ومنهم من يقول لا يجوز حتى داخل البنيان. إذا أمكن الإنسان يتجنب هذا داخل البنيان وأحسن، عندما يبني بيته أو ينشي دورة المياه لا يخليها إلى القبلة، لا يستدبر بها القبلة أو يستدبرها، يحرف عنها خروجا من الخلاف. نعم.